السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم أصدقائي؟ اليوم إن شاء الله الفيديو مهم جدا لكل الأشخاص المتواجدين في تركيا. يا جماعة، مثل ما أنكم شايفين بالعنوان ومثل ما شفتوا كمان أنتوا بعنوان الفيديو، إنه حظر التجوال رح يصير لمدة 4 أيام. كيف رح يصير حظر التجوال؟ طبعا هذا الخبر هلأ حاليا طلع الصبح بكير، مثل ما أنكم شايفين حسب جريدة هورية التركية أصدر الرئيس أردوغان إنه حاليا بين 23 نيسان و 26 نيسان رح يصير في منع حظر تجوال. رح يصير في 23 و 24 و 25 نيسان 4 أيام حظر تجوال. طبعا مثل ما حكوا انه ب 23 و 24 نيسان فقط الماركتات رح يكونوا فاتحين لانه رح يكون رمضان، فمشان ما يصير في زحمه من تقليل الزحمه قبل رمضان فرح يكون في حظر تجوال لهذا الشيء. وبالنسبه لموضوع انه منع الخروج من ولايه لولايه، هذا الامر ان شاء الله رح يتم قراره اليوم باعلان من وزير الداخليه، رح يحكي كمان في هذا القرار. فمثل ما كم شايفين يا جماعة، نتمنى السلامة للجميع والالتزام بهاي القوانين. إذا في عندكم أي سؤال أو تعليق اكتبوا لنا بخانة التعليقات مشان نجاوبكم عليه. لا تنسوا تتابعونا على صفحة الإنستغرام اسمها تعلم على الماشي، هناك إن شاء الله بإمكاننا نخبركم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.